مساء الخير جميعا، نرحب بكم في هذا المساء في ندوة الشعوب العربية ترفض التطبيع والصهيونية، التي نستضيف فيها كل من الأستاذ عبد الرسول عاشور نائب رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، والأستاذ علي زاهر إداري في رابطة شباب لأجل القدس. وقبل أن يتكلموا في هذا الموضوع، تعرفون تو الموضوع اللي هو عقد المؤتمر اللي حدث في البحرين أو اللي بيحدث بكرة المفترض، يعني في حين روايات كثيرة قيل أن الوفد الصهيوني الحكومي لن يأتي البحرين، ألغى زيارته وادعى لأسباب أمنية، وكما تناولته وتناقلته وسائل الإعلام العالمية والعربية، وفي رواية أخرى أن في وفد تجاري أو الوفد الثاني موجود. ما يعني إلى الآن ما في تأكيدات واضحة، هل الوفد بأكمله بمجمله لن يأتي لن يحضر؟ ما في يعني معلومات دقيقة حول هذا الموضوع. اسمحوا لي قبل أن نبدأ بعد الندوة أيضا نطرح موقفنا كمنبر تقدمي. في نشرتنا العدد الأخير رقم 137 من نشرة التقدمي في افتتاحية موقفنا بعنوان الصهاينة غير مرحب بهم في البحرين، تحتضن مملكة البحرين خلال فترة من 15 إلى 18 المؤتمر العالمي لريادة الأعمال الذي كان يمكن أن يكون محر ترحيب المجتمع البحريني كاملا لولا أن أحد أبرز ضيوفه وزير اقتصاد العدو وأربع متحدثات إسرائيليات، فضلا عن وفد يضم حوالي 50 إسرائيليا. هذا كان يمكن العدد بس ما نعرف الآن. وتأتي هذه الاستضافة لوفد من دولة ما زالت وستظل بالنسبة لشعبنا كما لكل الشعوب العربية عدو، طالما هي مستمرة في احتلال الأراضي العربية ومنكلة بالشعب الفلسطيني الشقيق، بعد أسابيع قليلة جدا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يهب هضبة الجولان إلى إسرائيل، وهي البقعة الغالية من سوريا احتلتها إسرائيل عام 1967، كما احتلت يومها شبه جزيرة سيناء المصرية وأراضي الضفة الغربية وغزة الفلسطينية. تأتي زيارة الوفد، يعني لن أقرأ كاملا، تأتي زيارة الوفد الإسرائيلي بهذا العدد الضخم والاعتراضات هنا ليس على العدد وحده، وإنما على فكرة من أساسها، وهو مثابة هدية أخرى ينالها نتنياهو ودولة الاحتلال كاملة في سياق مسلسل التطبيع الجاري سيره على قدم وساق من جانب بعض الدول العربية. ولا يمكن لشعبنا البحريني أن يوافق على أن تكون بلدنا واحدة من هذه الدول التي تفتح أبوابها لممثلي دولة الاحتلال والعدوان في وقت يستمر فيه قضم الأراضي الفلسطينية في غزة عبر سياسة الاستيطان الغير مسبوقة، فضلا عن العدوان المستمر على شقائنا في قطاع غزة والذي بنتيجته يسقط عشرات الشهداء كل أسبوع. راح أختتم يعني أواصل في ختام هذه الكلمة أو في ختام موقفنا، هي أخذت جزء منها أجزاء منها، ونعيد إلى الأذهان هنا الموقف الشعبي البحريني الجمعي ضد زيارة وفد من رجال الأعمال الصهيونيين مصطحبين معهم فرقة موسيقية استفزت المشاعر بتقديمهم عرض في قلب العاصمة، وفي نفس الموقف الذي تجلى ضد زيارة وفد بحريني إلى القدس المحتلة بحجة زيارة الأقصى الشريف. وها هو الموقف نفسه يتجلى بوضوح ضد مشاركة الوفد الإسرائيلي في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال. أبدأ الورقة الأولى سوف يلقيها الأستاذ عبد الرسول عن عبد الرسول عاشور نائب الرئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني باسم الحركة الصهيونية الخطر الأكبر على الإنسانية، فليتفضل عبد الرسول. شكرا أستاذ فاضل. أحب أولا قبل البدء أن أشكر الشعب البحريني على موقفه المشرف، هذا الموقف الجامع الوطني الذي لم يعرف يعني فئة أو طائفة أو تيارا سياسيا، كان موقفا جامعا لهذا الشعب، فله جزيل الشكر بغض النظر عن النتيجة.
وما حصل اليوم يستحق أن يهنأ الشعب البحريني في كل الأحوال، سواء كان إلغاء الزيارة من الوفد الرسمي أو كامل الوفد الصهيوني. يعني ما أعلن في وسائل الإعلام أو وسائل وكالات الأنباء بأن وفدا رسميا رفيعا قد ألغى الزيارة. نتمنى أن يكون هذا الوفد بأجمعه لا يدنس هذه الأرض الطاهرة، ولكن هنا نود أن نلفت الانتباه إلى هذا الشعب الكريم بأن المعركة ضد التطبيع ما زالت مستمرة، بل هي في أوجها، ويجب أن لا نركن أو نسكن أو نهدأ في هذا الموضوع. قبل أن يعني أدخل في الورقة، مقدمة بسيطة. التطبيع، هناك في الفترة الأخيرة توجهان. التوجه الأول إعادة صياغة مفهوم التطبيع، يعني لصياغته بطريقة مائعة وبشكل مغلوط. فتسمعون كثيرا بأن هناك تطبيع حكومي وتطبيع شعبي، وأن يعني هناك فرق بين هؤلاء، بين هذين التعريفين أو هذين التطبيعين. والواقع أنه لا فرق، التطبيع هو تطبيع، وأن الحكومة هي المسؤولة عن التطبيع سواء كان رسمي أو كان شعبي. في الأخير هي التي تعطي التصريحات للدخول، وهي التي تضع القوانين، وهي المسؤولة عن القوانين كما هو قانون رقم 5 لعام 63. فالتطبيع واحد، فلا يخدعنا أحد بهذه التسميات أو هذه التصنيفات. التوجه الآخر، هناك محاولة لتمرير التطبيع تحت مسميات قد سمعتموها، مثل التعايش والتسامح بين الأديان والمحبة وإلى آخره من مصطلحات أو من يعني مفاهيم رنانة تخفي الهدف القبيح وراءها. كذلك هذا الأمر لا ينطلي على الناس، أصبحت الناس واعية لهذا الأمر. بالنسبة إلى عنوان الورقة، الصهيونية الخطر الأكبر على الإنسانية، هذا واقع وهذه حقيقة. فبداية أتكلم عن تعريف الصهيونية، أو أتكلم عن الصهيونية وهي منظمة يهودية تنفيذية. عندما يعني وردت كلمة يهودية في هذه الورقة، المقصود اليهود، يعني اليهود الصهاينة، وليس يعني اليهود المتدينون أو الذين يدينون بدين اليهودية. فالصهيونية هي منظمة تنفيذية مهمتها تنفيذ المخططات المرسومة لإعادة كما يدعون مجد إسرائيل وبناء هيكل سليمان لإقامة مملكة إسرائيل، ثم السيطرة من خلالها على العالم تحت ملك يهوذا. يعني الكيان الصهيوني ما هو إلا نقطة أو مرحلة من مراحل السيطرة على العالم. إذن تسمعون أيضا بمصطلح الماسونية. الماسونية والصهيونية، الماسونية هي أخت الصهيونية، ليس هناك فرق يعني جوهري، إلا أن الصهيونية يهودية بحتة في شكلها وأسلوبها وأشخاصها ومديرها، في حين الماسونية يهودية أيضا ولكنها مبطنة، تظهر شعارات إنسانية عامة
قد ينطوي تحتها غير اليهود من المخدوعين والنفعيين. يعني الماسونية في ظاهرها حركة غير يهودية في ظاهرها. فالصهيونية يعني هي حركة سياسية معلنة تخدم اليهود بطريق مباشر، بطريقة مباشرة تخدم اليهود وبطريقة يعني جهرية، وهي بمثابة الجهاز التنفيذي الرسمي لليهود الصهاينة أو للصهيونية العالمية. وطبعا كما أسلفت علينا التفريق بين الصهاينة اليهود واليهود المتدينين بدين اليهودية، في حين الماسونية كما تدعي أنها كما تعرف نفسها أنها حركة سرية أو علمانية تخدم الصهيونية بطريق غير مباشر، فهي القوة الخفية. وهي القوة الخفية كانت تعرف الماسونية قبل أن يعني يطلق عليها هذا الاسم أو هذا المصطلح، كانت تعرف بالقوة الخفية التي تهيئ الظروف والأوضاع للصهاينة. يعني بكلمة أخرى أن الصهيونية كما لاحظتم هي أو الماسونية هي في خدمة الصهيونية. من خلال الكلام السابق نجد أن الماسونية هي في خدمة الصهيونية وهي ذراعها العالمي. فالصهيونية في المرتبة أعلى. أنا لا أتكلم عندما أتكلم في هذه الورقة لن يعني أراعي السبق التاريخي أو ولكن سوف لن يكون هناك يعني اهتمام بالتاريخ كثيرا أو بالسرد التاريخي أو الترتيب التاريخي لهذه الورقة. فالذراع العالمي والدولي للصهيونية هي الماسونية، تنتشر في جميع أنحاء العالم. الصهيونية تاريخ يعني إذا تتبعتم تاريخها أو أصولها أو تأسيسها أو نشأتها كلام كثير ومتشعب، ليس لنا حاجة في الخوض فيه. والصهاينة بطبيعتهم يحبون أن يضفوا نوع من الصبغة يعني المموهة أو والتكبير صورتهم وحجمهم في جميع حديثهم وفي جميع شأنهم، لدرجة أن تكلموا عن الصهيونية بأشياء مبالغ فيها جدا وكذلك الماسونية. نحن نتكلم عن وما يخصنا هو الصهيونية الحديثة، ماذا تأسست منذ طبعا في هيرتزل أسس المجلس التأسيسي في بازل في سويسرا عام 1800 نهاية القرن السابع عشر 1897. سبق طبعا كنواة إلى الصهيونية نابليون عندما جمع المجلس الأعلى لليهود وحاول يستغلهم ويستفيد منهم في حروبه، وهم كذلك حاولوا يستفيدون من قوته وسيطرته في ذاك الوقت. أيام نابليون كانت هي البذرة الأساسية، ولكن يعني الصهيونية الأساسية أو الحديثة تأسست واقعا في سويسرا على يد هيرتزل في 1897، يعني قبل بداية القرن التاسع عشر. و بروتوكولات حكماء صهيون هذا عبارة عن مخطط وضعه عالم وضعوه أو الصهاينة للقصد منه للسيطرة على العالم. ومن هذا طبعا المؤتمر انبثقت المنظمة الصهيونية الحديثة. أهداف الصهيونية لها هدفان أساسيان، هدف ديني طبعا يدعون بأنهم يعني يسعون إلى حث اليهود على التمسك بديانتهم والأمور الدنيا الأخرى، وهدف سياسي. الأهداف السياسية تهويد فلسطين من الداخل، تهويد فلسطين من الداخل يعني جعلها يهودية،
يعني عندما سمعتم أنتم في العام في عام 2018 قانون القومية، قد يعني كانت هنا محاضرة أيضا في هذه الجمعية عن قانون القومية اليهودية، هذا أمر ليس مستجد لدى نتنياهو، هذا أمر من صلب أهداف الحركة الصهيونية. فمن أهدافهم الأساسية السياسية تهويد فلسطين من الداخل، جعلها يهودية، يعني كل ما فيها يهودي. رأيتم كيف أنهم بدلوا أسماء المدن والقرى، يريدون تبديل الشعب الفلسطيني بيهود بجميع الطرق التي تعرفونها من قديما وحديثا، بالمذابح في بداية القرن التاسع عشر بعد قيام الكيان الصهيوني وقبله بقليل، والآن بالطرق والوسائل مختلفة، ولكن الهدف واحد، تهجير الفلسطينيين وإحلال محلهم اليهود. تأمين وسائل تأمين الهجرة وتشجيع الهجرة، هجرة اليهود وتنظيمها وتمويلها، تشجيع الهجرة وتنظيمها وتمويلها، تأمين وسائل الاستقرار النفسي والوظيفي والسكني، يعني بمعنى آخر إقامة المستوطنات وتوطيد هذه المستوطنات، تدويل الكيان، يعني انتزاع الاعتراف بشرعية الكيان الصهيوني دوليا، وضمان تحقيق الحماية الدولية لهذا الكيان، أيضا متابعة وتنفيذ المخططات السياسية والاقتصادية وتمويلها ودعمها، تنظيم جهود اليهود في جميع أنحاء العالم لتحقيق الأهداف الصهيونية، تحريك المأجورين كذلك من غير اليهود، من غير الصهاينة، تستأجرهم وتستخدمهم لمصالحها ولتحقيق أهدافها. نتكلم الآن عن نشأة الماسونية، هي في مطلع القرن الثامن عشر. في ذلك الوقت في أوروبا طبعا كانت أوروبا كثرت فيها التيارات الفكرية والأحزاب والشعارات، شعارات الإصلاح الديني أو الإصلاح السياسي والثقافي والاجتماعي وسواها من يعني من الإصلاحات. في ذلك الوقت طبعا كانت هناك الثورة الصناعية في أوروبا وكثرت فيها التيارات الفكرية، فنشأت الماسونية وظهرت كما ظهرت أفكار أخرى في ذلك الوقت. طبعا نشوءها كان في بريطانيا في بداية القرن الثامن عشر. المرحلة الثانية كانت على يد ألماني وضع الخطة الحديثة للسيطرة على العالم في تقريبا 1776، ما يقارب 6 سنوات يعني عاملة على وضع الخطة للخطة الماسونية للسيطرة على العالم. وفي تلك المرحلة تقريبا ضموا ما يقارب 2000 رجل من كبار السياسة والاقتصاد والفكر، يعني كثير مشاهير منهم، أذكر بعض الأشخاص منهم لكي نعرف، عندما أذكر الأشخاص ومهامهم فسوف تتضح الأهداف شيئا فشيئا. من هؤلاء الرجال الذين انضموا إلى الماسونية الفرنسي ليون بلوم المكلف بنشر الإباحية في العالم، لاف إيردج أعلن في مؤتمر الماسون عام 1865 يجب أن يتغلب الإنسان على الإله. كذلك قال أحد الماسونيين بأن الماسونية تتخذ من النفس البشرية معبودا لها. فالماسونية هي طبعا كما أسلفت يعني مثلها مثل الصهيونية يعني في إدارتها، بس الماسونية أكثر سرية في جميع شؤونها، في إداريها، في أهدافها، في شكلها، في جميع أمورها، في طقوسها، هي يعني سرية، جمعية سياسية سرية تهدف إلى القضاء على الأديان والأخلاق الفاضلة.
من خلال يعني هذه الأهداف يفكرون بأنهم يسيطرون على العالم، يعني يجعلون الإنسان بلا فكر، بلا دين، بلا أخلاق، بلا وطنية، بلا أي قيم، لكي يسهل على عليهم يعني السيطرة على الناس وعلى العالم. طبعا معناها الحرف بالإنجليزي طبعا البناؤون، فري ميسونز، البناؤون الأحرار. ومن ضمن طبعا أهدافهم اللي هو أو يعني كما أسلفت، الهيكل التنظيمي طبعا معقد جدا وسري للغاية، قبول العضوية لها شروط ولها طقوس، ولهم طبعا الماسونية لها رموز ولها مقرات دولية في جميع أنحاء العالم، لها مقرات. تكلمت عن الصهيونية وعن الماسونية، الآن سوف أتكلم عن النقطة الأهم، عن النقطة الأهم وهي ما يسمى، ربما لم تسمعوا عنه، الكثير منكم لم يسمع عنها، حكومة العالم السرية. هذه حكومة العالم السرية هي عضو، وهي ربما أخطر من الماسونية والصهيونية، لربما هي عضو في الأمم المتحدة، هي حكومة لدرجة أنها لها عضوية في الأمم المتحدة، ولكن ليس لها وجود على الخارطة، ليس لها حدود، ليس لها شعب، ليس لها سكان، ليست دولة بمفهوم الدولة يعني، ولكنها معترف بها في الأمم المتحدة، واعترف بها ما يقارب أكثر من 100 أو ما يقارب 100 دولة في العالم تعترف بهذه الدولة، ولها سفارات في الدول، ولها تمثيل دبلوماسي في 16 دولة إسلامية و9 دول عربية. هي الطامة الكبرى، اسمها الرسمي حكومة النظام، لها أكثر من اسم، من ضمن أسماءها حكومة النظام العسكري للسيادة المستقلة لمالطا. عندما تسمعون مالطا، ليس لهذه الحكومة أو هذه الدولة علاقة بجزيرة مالطا المعروفة، ولكن الاسم له يعني جذور تاريخية. يتسمى أيضا مسلك مالطا العسكري. هذه تأسست الحركة، هذه أو هذه الدولة تأسست، أو هذه الحكومة تأسست منذ الحرب الصليبية على القدس، وكانوا يسمون في الأساس أو في السابق يسمون بفرسان المعبد، لربما سمعتم بهم. بعد مجيء نابليون، هؤلاء انتقلوا إلى مالطا، جزيرة مالطا، وكانوا شبه يعني قراصنة، يقطعون الطرق ويسرقون السفن. نابليون شتتهم وذهبوا إلى فرنسا، الولايات المتحدة، وأوروبا. كثير منهم أو أغلبهم انتقل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الولايات المتحدة الأمريكية هناك التقوا أيضا بالمتطرفين العنصريين، وكونوا معهم علاقات، المتطرفين ضد السود، ضد يعني الأمريكيين الملونين الآخرين. ولكن بعد منذ الحرب العالمية الأولى ليس لهم يعني ذكر أو صيت. ظهر صيتهم متى؟ في تسعينات القرن الماضي، لعلكم تتذكرون، عندما قال جورج بوش بأن هناك لابد من أن تكون حرب أو تكون هناك صراع للحضارات، هذا المصطلح الخطير الذي كان يراد به أن يعني يفجر العالم بالنزاعات والحروب. في ذلك الوقت الولايات المتحدة الأمريكية استغلت هذا أو هذه الحكومة أو ما يسمى المسلك العسكري لمالطا أو حكومة مالطا العسكرية في يعني أهداف في لتحقيق أهدافها. بس لو سمحت لي، بس أنا ابتديت نص، عندي بعد 5 دقائق بس باندي. على العموم شكرا.
فعلى العموم في الحرب على العراق، في الحرب على العراق كان لها دور كبير جدا. ووترغيت هذه منظمة تابعة لهذه الحكومة، وكثير من قوادها هم أعضاء في هذه الحكومة مالطا. مقرها الرئيس في روما، لها صفة مراقب دائم في منظمات دولية مثل الأمم المتحدة، لها 47 جمعية وطنية، 47 برلمان متوزعين في العالم في قارات العالم، لها جوازات سفر، طوابع بريد، لها عدة سفارات في العالم، لها عملة سوكو. الرئيس يسمى السيد الأعظم، أمير أندرو بيرتي، هو بريطاني الأصل، متخرج من جامعة إكسفورد، انتخب مدى الحياة رئيسا لهذه الدولة عام 1988، وهو الرئيس رقم 78. تصوروا رقم 78، وإذا كان رئيس يعني راح يظل مدى الحياة، يعني على الأقل خلنا نقول 20 سنة، ضربوها في 78، مدى امتدادها في التاريخ هذا. وله حصانة دبلوماسية كأي رئيس دولة. مشاهير العالم وسياسي العالم غيرهم أعضاء في هذه الدولة، تستقطب يعني كبار السياسيين والاقتصاديين لعضويتها. علاقتها بالبلدان العربية، لها سفارة، آخر سفارة لها في الأردن عمان، وأقدم سفارة في القاهرة، فتحت في عام 1980 بإعاز من شيمون بيريز الذي طلب من مصر الاعتراف بهذه الدولة، دولة مالطا. ولكن لا توجد سفارة لمالطا في الكيان الصهيوني، وهذا له دلالاته الواضحة التي تعرفونها، لماذا ليس لها سفارة في الكيان الصهيوني. طبعا أنا تقريبا حاولت أن أنهي الموضوع في عجالة، إن شاء الله استطعت أن أوضح خطورة الصهيونية والماسونية وعلى الإنسانية جمعاء وعلى الشعوب وعلى الحكومات بصورة عامة، فليس لهم هدف إلا إضعاف العالم والهيمنة على العالم. أختم بما أننا الآن هذه الأيام في حموة الهرولات التطبيعية مع الأسف، أريد فقط أن أنوه أخيرا بأن عندما تتوقف مقاومة التطبيع ويبدأ التطبيع، فهذا يعني بصورة يعني آلية وأوتوماتيكية إنهاء للقضية الفلسطينية. فليس هناك كلام أو جدال أو نقاش في أمور التطبيع، مقاومة التطبيع نرفضه بكل أشكاله وتحت أي مبرراته. إنهاء مقاومة التطبيع يعني انتهاء وإنهاء للقضية الفلسطينية. هذا ما أحببت أن أقوله، واعذروني على يمكن في العجالة هذه، وشكرا. نشكر الأستاذ عبد الرسول عاشور، نائب الأمين العام، نائب رئيس الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع مع العدو الصهيوني، على هذا العرض والشرح الواسع عن الحركة الصهيونية والماسونية بعد أيضا. الآن الورقة الثانية سوف يحدثنا فيها الأستاذ علي زاهر الشاب، وهو عضو إداري في رابطة شباب لأجل القدس، سوف يتحدث عن التطبيع وآثاره السلبية في الوطن العربي، فليتفضل. جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم جميعا. بداية قبل ما أتكلم في الآثار، بأتكلم في مظهر رفض التطبيع في الوطن العربي بشكل عام، وبربطه بعدين بالوضع دوليا ومحليا. بكل بساطة، في وايد مظاهر في عالمنا العربي تؤكد أن الشعوب العربية بشكل عام ترفض التطبيع، وهناك شبه إجماع من قبل الشعوب أن التطبيع هو قرار خاطئ، والقرار الصواب هو إبقاء الاحتلال في معزل العربي.
ومن مظاهر هذا الرفض عدة أمور، منها توافق الجمعيات المختصة في القضية الفلسطينية في هذه النقطة. يعني لا تجد في أي بلد في الوطن العربي مثل البحرين جمعيات مختصة في القضية الفلسطينية وروابط مختصة في القضية الفلسطينية مثل الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، مثل النساء من أجل القدس، مثل شباب لأجل القدس كرابطة، مثل جمعية مناصرة فلسطين. هاي الأربع مؤسسات يمكن هي المسجلة أو اللي هي المعروفة موجودة في الساحة في اختصاص القضية الفلسطينية، كلها تجمع بالإضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني على أن تطبيع أمر خطأ. بلغة بسيطة، هناك فعل صواب وفعل خطأ، والتطبيع هو الفعل الخطأ في هالنقطة. أيضا عربيا ومن ضمنها البحرين، حركات المقاطعة حول العالم وفي دولنا العربية موجودة، والحركات المقاطعة أسسوها ممكن شباب من الجالية الفلسطينية حول العالم، وثم انتقلت ليتبناها أبناء كل وطن وكل قطر، وهي مثل حركة BDS المشهورة. وبغض النظر عن مدى تأثيرها وبغض النظر عن الوضع العام في تقبلها وفي تلقيها، لكن نقدر نقول أن بشهادة الكيان الصهيوني نفسه وبشهادة الولايات المتحدة الأمريكية التي هي تحارب حركات مثل BDS، أن المقاطعة سلاح يوجع الاحتلال ويجب أن يستمر. النقطة الثالثة وهي المظهر الثالث في رفض التطبيع في دولنا أو في الوطن العربي تحديدا، هناك مواقف كثيرة في المجالس النيابية مثل البحرين، مثل الأردن، مثل المغرب، مثل كثير من الدول ترفض التطبيع جملة وتفصيلا. وعلى رأس هذه الحركة أعطي مثال واحد وهو مثال رائع جدا في هذا المجال، الأستاذة الدكتورة ديمة طهبوب، ممثلة كوتا نسائية في مجلس النواب الأردني، ولكن في نفس الوقت هي تقود الحركة ضد التطبيع التي تجري الآن في الأردن في بما يعنى به مجلس النواب الأردني يعني أو البرلمان الأردني. وهي كذلك تحدثت مرة في مجلس العموم البريطاني عن قبح التطبيع، لأن القبح في التطبيع نفسه ليس هو الفعل التطبيعي نفسه، ليس هو التواصل مع الاحتلال نفسه، لكن القبح في اختيار التواصل مع الكيان الذي يقوم بكل هذه الجرائم. فقبح التطبيع يعود إلى قبح الجريمة التي يقوم بها الاحتلال، من احتلال الأرض، من طرد الفلسطيني، من تهجير، من تعذيب الأسرى، من كثير من النقاط المتعلقة والمترتب عليها التطبيع، كأنك تعترف بكل هذه الأمور بناء على تطبيعك. وأختم مظاهر التطبيع في مثالين رائدين في الوطن العربي. يمكن الكويت تتصدر المشهد الخليجي حكومة وشعبا وبرلمانا وكل مؤسسات الدولة بالسلطات الثلاث تتوافق وواضح الموضوع عندها أن التطبيع مرفوض، إلا يعني بعض الأصوات الشاذة، نسأل الله أنها ما تزيد نهائيا. ومثال آخر تونس الخضراء. تونس سعت في الشهور الماضية إلى استضافة بعض البرامج الدولية، ولكن هذا لم يتعارض مع تشريعها لقانون أو إصدارها لأحكام من محكمتها تقضي بعدم السماح لدخول الوفد الصهيوني إلى تونس، ونجحت بالفعل في إصدار هذه الحكم، ومنع في مؤتمر قبل أقل من شهر في تونس الوفد الصهيوني من دخول تونس لهذه المؤتمر. ونتمنى حظ جميع الدول العربية لهذا المثالين يعني الرائدين في رفض التطبيع وفي مناهضة التطبيع. طيب، كيف يخطط الكيان الصهيوني إلى الدخول إلى الوطن العربي مع وجود كل هاي الرفض الشعبي؟ طبعا الكيان الصهيوني عنده لعبة دائما يلعبها، محليا أقصد محليا في داخل فلسطين المحتلة، أو دوليا اللي هو لما يبي يتغلغل إلى دولنا إحنا. الكيان الصهيوني، وهي بشرحها في مثالين، الكيان الصهيوني عندما يريد تشريع نقطة ما، عندما يريد شرعنة فعل هو يفعله باستمرار، فهو يفرض الأمر الواقع أولا ثم يتبعه بتشريع قانوني. الحين بنشرح المثال. مثال لذلك أو أوضح مثال إحنا كرابطة شاول أجل القدس نتابعه هو مثال اقتحامات البلدة القديمة واقتحامات القدس واقتحام المسجد الأقصى نفسه المبارك. الكيان الصهيوني لم يشرع اقتحام
المسجد الأقصى إلا في بداية الألفية الجديدة، مع أن الاقتحامات من 1967 موجودة، وكان نوعا ما الاقتحام داخل النظام السياسي للكيان الصهيوني مرفوض. وهي يمكن بعض يستغربه، لكن لما ترجع إلى تشكيل الحكومات الصهيونية وانتخاباتهم هما تكتشف أن معظم حكوماتهم كانت علمانية، إلى أن تغلب اليمين في هذه الفترة الأخيرة من بداية 2000 ل 2019 اللي إحنا اليوم نعيشه. فالكيان الصهيوني حتى يشرع، نفس ما قلنا، يشرع أمر ما، يبتدي بفرض الأمر الواقع. الأمر الواقع أن الاقتحامات تتكرر، ثم يحصل صدام بين الصهاينة والمسلمين، ثم بناء على هذا الصدام تحصل نتائج، تبعات من هاي التبعات الانتفاضة الفلسطينية اللي صارت بداية الألفية الثانية، أو عفوا الألفية الثالثة، ومن هاي النتائج أيضا الهبات اللي صارت، هبت باب الأسباط وهبت باب الرحمة الفترة اللي طافت قبل أسبوعين. الكيان الصهيوني ينتقل تدريجيا من واقع وجود صدام إلى فرض قانون، مثال على الاقتحامات مرة ثانية، هو يفرض قانون في البداية، في بداية 2000 فرض قانون أن يجب وضع حراسة لكل مجموعة من المقتحمين، ثم تدرج الموضوع إلى قانون آخر اللي هو يجب وضع قانون لتقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، بتعبيره هو اللي نعرفه بين المسلمين والصهاينة كما شرح الأستاذ، أن لا يحدث هذا الصدام. ثم بطريقة أو بأخرى يحدد عدد إضافي للحراس، ويحدد طريقة وآلية للتحكم في دخول وخروج الناس والسياح والمصلين، ويتبحر في تشريع القوانين. كل ذلك لسبب أنه هو يريد أن يشرعن الموضوع بفرض الأمر الواقع أولا، اللي هو قلنا إحنا من البداية الاقتحامات كانت موجودة في البداية، ثم هو بحجة أنه عليه يحمي المجتمع ماله ويحمي المواطنيه اللي هو يسميه مواطنين اللي هو الصهاينة، بحب هذه الحجة يقوم بوضع القانون الذي يحمي المقتحمين للمسجد الأقصى والبلد القديم. وبهالطريقة فبهالطريقة هو فرض الأمر الواقع أولا، ثم وضع قانون يحافظ على هذا الأمر الواقع إلى ما شاء الله، يعني إلى الأبد. يعني نقطة ثانية ومثال ثاني، تشريع الفساد في الكيان الصهيوني بالنسبة حق المجتمع الفلسطيني. أمس أحد الأخوات الضيوف عندنا في البحرين من المسجد الأقصى من مدينة القدس شرحوا هاي النقطة. الكيان الصهيوني يعرض المجتمع الفلسطيني للحصول على المخدرات بشكل وايد سهل، فبدل أن يشرع قوانين تمنع انتشار المخدرات يشرع قانون للذين لا يستطيعون العمل بناء على حالتهم الصحية التي نتجت عن تعاطي المخدرات. فالنتيجة التي تحصل ماذا؟ يضع قانون بمنح قيمة مادية أو مبلغ مالي للمدمن حتى يتخلص عن إدمانه، لكن الواقع ماذا سيحدث؟ وهو الطبيعي، يعني أن المدمن سوف يأخذ المبلغ وسوف يضطر أو يعني تجره نفسه إلى أن يستخدم هذا المبلغ ليس في الإقلاع عن الإدمان، لكن في مزيد من الإدمان. فلذلك الكيان الصهيوني نفس ما قلنا بعد أن يفرض الأمر الواقع يضع قانون، لأنه يدعي أنه مؤسسة قانون ويحاول أن يصور نفسه أنه مؤسسة قانون في المجتمع الدولي، فيضع قانون يزيد الطين بلة في المجتمع الفلسطيني. إنزين، شنو هي علاقته بالتطبيع؟ التطبيع بكل بساطة دوليا الكيان الصهيوني يتبع نفس السياسة. الكيان الصهيوني يحاول يستغل الثغرات الموجودة ويزرع المفاسد في التطبيع مع الدول العربية بالذات، لأن هي الصوت الأعلى في رفض التطبيع. مثل ما قلنا الشعوب العربية هي من داخلها من كينونتها ترفض التطبيع والتعامل مع الكيان الصهيوني. إنزين، فنقول إن هناك فريق من الشعوب، أو هناك الشعوب العربية ترفض التطبيع، وهناك صوت هذه الشعوب نفس ما قلنا المظاهر اللي ذكرناها سابقا في رفض التطبيع، من حركات مقاطعة، من مواقف كثيرة لبرلمانيين، من حركات جمعيات ومؤسسات متخصصة في القضية الفلسطينية، كلها ترفض التطبيع، وتبعا لذلك المجتمع المدني العربي كله يرفض التطبيع.
الكيان الصهيوني سيستغل فترات الهدوء أو خلينا نقول فترات الذي لا يدافع فيها أصحاب المواقف عن موقفهم لمحاولة التطبيع، مثل ما حصل ذكر الأستاذ في موقف باب البحرين. هذه الفترة كان فيها نوعا ما ركود، فعلا يعني في مجال القضية الفلسطينية في هناك تفاوت بسبب انشغال العالم العربي بكثير من القضايا والمشاكل التي تتحل به. إنزين، فلذلك الكيان الصهيوني يستغل هذه الثغرات وهذه الأوقات اللي الكل مشغول فيها لصالح يعني أجندته في نشر التطبيع. فهو مهم بالنسبة له أن يعمل بالتطبيع في الوقت الذي يخفض فيه الصوت الذي يرفض التطبيع، أو اللي خلينا نسميه الصوت المعارض للتطبيع. إنزين، وعند إيجاد هذه الثغرات، ونتحدث في القانون الدولي. القانون الدولي، وأنا أقتبس هني من الأستاذة نور عريقات، لأن أنا لست متخصص في القانون الدولي لكن أنا أتابع كثير من محاضراته. القانون الدولي يقوم على مبدأين: مبدأ الاتفاقيات هو الذي يضع القوانين الرئيسية بين الدول وقوانين رئيسية عالميا، ومبدأ الأعراف. العرف في اللغة ما هو؟ العرف في اللغة هو الشيء الذي يشوع والذي يسود في هذه المجتمع، ويمكن أن نسقط نفس الفكرة على المجتمع الدولي وعلى مجتمعاتنا محليا في موضوع التطبيع. لما نقول أن العرف في الشعوب العربية هو رفض التطبيع، لأن هذا يعود إلى أن المظاهر اللي ذكرناها هي العرف السائد وهي الصوت الأعلى في هذه النقطة. فالكيان الصهيوني يستغل متى ما خفت هذا الصوت، يدس السم في العسل ويبتدي يطبع كأمر واقع، يبتدي يحاول يفرض أمر واقع أن التطبيع موجود ولو على وتيرة خفيفة، ويبتدي يزيد هالوتيرة كلما شغل العالم العربي عن قضيته المركزية. ثم ينتقل هذا الموضوع إلى زيادة الوتيرة نفس ما قلنا. ويعتمد يعني الأمانة، يعني احنا بعد وضعنا مو منتظم في دعم القضية الفلسطينية، وهي شيء واضح يعني للجميع. للأسف في بعض الدول العربية نعتمد في رفض وقبول التطبيع على قرارات الأفراد، والمجتمع المدني احتمال كثير يكون مشغول فعلا بقضايا أخرى ممكن تكون مهمة فعلا، إما محليا أو إقليميا، لكن بسبب وجود هذا القرار الفردي وبسبب وجود الكثير من الأمور التي تعيق الثبات على هذا المبدأ، كأن احنا معرضين لضربة حظ. إما أن يكون متخذ القرار هذا ضد التطبيع فعلا فهذا الموضوع سيتأخر كثيرا أو سيمنع منعا باتا في دولنا العربية، وإما أن يكون شخص يعني يمكن يكون يقبل بالتطبيع. إنزين، فيجب عشان ألملم الصورة، يجب أن نجعل العرف السائد دائما ثابت برفض التطبيع من خلال المظاهر اللي ذكرناها، ومن خلال أساليب أخرى لم نجربها ولم نعهدها حتى الآن في مجتمعنا العربي. وللأسف في أمور جدا بسيطة وفي أدوات كثيرة لم نستثمرها حتى الآن. احنا يمكن في البحرين عندنا أمور جدا واضحة. البرلمان البحريني يستطيع سن تشريعات لمنع التطبيع. الأخوة المحامين سووا حركة جدا جميلة لما قدموا الدعوة القضائية، بغض النظر عن نتيجتها بغض النظر عن أسلوبها، لكن ممكن أيضا مواصلة فيها، أظن فيها استئناف على أسبوع اليوم تقريبا. قضية التطبيع لم تنتهي، فلازم الصوت العالي يستمر برفض التطبيع، يستمر في الحركة. هذه الحركة جدا طبيعية، جدا إيجابية وجدا مفيدة وحيوية في رفض التطبيع واستمرار إبعاد التطبيع عن المشهد العربي. حتى نلعب نفس اللعبة مع الاحتلال، حتى لا يستطيع أن يهزمنا في أراضينا، يجب أن نفكر بطريقة أن نجعل العرف السائد أيضا بطريقة موازية لما هو يفكر فيه. يجب أن نفكر كيف نجعله من عرف سائد فقط إلى أمر واقع وقانون يشرع لصالح هذا الأمر الواقع. بهذه الطريقة أنت تقفل الباب على الاحتلال من إفساد القضية الفلسطينية عليك في داخل مجالك المحلي، في داخل أرضك، في داخل البحرين وفي داخل أي دولة عربية أخرى. مثال على ذلك، وهي ذكرته أنا أمس في جمعية مقاومة التطبيع عند الأخوة جزاهم الله خير على الاستضافة، من أساليب
فرض الأمر الواقع أنك تكون المجتمع المدني سداً منيعاً ضد التطبيع. من الأساليب اللي موجودة حالياً المبادرة الوطنية لمنهضة التطبيع، هاي جداً مهم أنها تستمر، وهنا أشكر أنا جمعية المنبر التقدمي على مشاركتهم فعالة يعني في المبادرة نفسها، وأيضاً أمور أخرى بسيطة جداً قد يعني لا ينظر إليها بعين الاعتبار، لكن يجب أن نبني السد الذي يمنع، ويجب أن نبني الواقع الذي يحظر التطبيع فعلاً. إحنا في رابطة شباب لأجل القدس قدمنا مقترح على إدارتنا وأيضاً على جمعية مناصرات فلسطين بما أنها هي مظلاتنا الرسمية، وتمت موافقة على هذا المقترح، وهو مقترح جداً بسيط لكنه يحفظ أعضاءنا إحنا على الأقل من التطبيع، ويفرض أمر واقع في هاي الرابطة وفي هاي الجمعية يمنع التطبيع منهما ومن أعضائهما إلى الأبد. إن إحنا نفرض في نظامنا الداخلي أن العضو الذي يخالف مبادئ الجمعية مساءل، هاي شيء معروف يعني، والعضو الذي يطبع يطرد من الجمعية ويفقد عضويته. وإحنا في الرابطة ألزمنا أعضاءنا فيها بطريقة ولو غير رسمية، لكن هذه من الطرق الفعالة أن لو كل مؤسسات المجتمع المدني تبنت هذه الفكرة وكلها أضافت إلى نظامها الداخلي أن من يطبع ليس جزءا من هذه المؤسسة أو ليس جزءا من هذا المجتمع المدني، ببساطة أنت تخلق حاجز جديد لا يستطيع الاحتلال اختراقه، حاجز من تشريعك أنت في النظام الداخلي، ولو أنه تشريع بسيط ولا يعطي صلاحية إلا لهذا الإطار البسيط، لكن تخيل مؤسسة على مؤسسة على جمعية على رابطة على أكثر من جهة كلها تتبنى هذه الفكرة وتخلق جبهة كاملة موحدة ترفض التطبيع، ليس فقط بالعرف ولكن بقانونها الداخلي، ثم تنتقل بعد ذلك إلى القانون المحلي والتشريع الدستوري وما إلى ذلك. وأنا أكتفي بهذا القدر، فإن أصبت فمن عند الله ومن إن أخطأت فمن نفسي المقصرة. جزاك الله خير. أشكر الأستاذ علي زاهر على هذا العرض القيم في موضوع التطبيع، والتزم بالوقت بعد لأنه الأستاذ عبد الرسول عنده ورقة واسعة حقيقة، يعني إحنا خذينا من وقته يعني، فهو اختصر اللي هو الأستاذ علي. المهم الآن نطرح الموضوع للأسئلة والمداخلات بالنسبة للحضور، وبسجل السامح حساس لحد لا يفوتني واحد تاني بعدين يصير لي إشكالية يقول والله ما أعطيتني. ببدأ أشوف الأول، عارف أستاذة بدرية، سيد جعفر، في وراء حد هنا لأن حتى الآن ثلاثة اللي سجلوا بقول أساميهم. الأخ عارف، ها الاسم الله يخليك، يعقوب سيس، يعقوب أنا ما عرفتك مسامح، يعقوب ما عرفتك، معدرة يعقوب. السلام عليكم وبركاته. أولا نشكركم جميعا على هذه، فعلا الموضوع جدا خطير ومهم للغاية. يعني في الحقيقة التطبيع مع الكيان الصهيوني احنا نرفضه منعا باتا صراحة، وراح تستمر ان شاء الله، واحنا ما نتمنى ان يعاد الكرة مرة ثانية للتطبيع. يعني كونهم الآن شيء إيجابي إنهم رفضوا الحضور، أو يعني إحنا استطعنا أن ننتصر عليهم بعدم هذه. وأولاً للتاريخ، تاريخ التطبيع أو مقاطعة مع الكيان الصهيوني بدأت عام 1955 من جامعة الدول العربية، هي بدأت أول شيء في مصر، ولكن مع الأسف الشديد تم بعد ذلك يعني خرق هذه. وللتوضيح عن موضوع
منظمة اللي تعرف بمنظمة أراغون أو أتسل، هاي منظمة اللي ينتمي فيها الآن نتنياهو، وهي منظمة أساسا الآن تحولت منظمة، وإن كانت سابقا تعرف بعصابة أراغون. هناك ثلاث عصابات مشهورة ينتمون في هذه للتوضيح للتاريخ. الحل الآن نريد الآن باب التطبيع يعني مع الكيان تستمر، أيضا مقاطعة المنتوجات التي تأتي من هذه. يعني عندنا كثيرين مع الأسف منتجات غذائية وأشياء تتبع الكيان الصهيوني. لا تنسوا عندنا نادي يعرف بنادي اللايون، وهي أساسا تتبع الماسونيين. عندنا كثيرين من هذه، فإحنا نتمنى يعني يكون العملية مستمرة. نشكركم جزيل الشكر. شكرا جزيلا. شكرا للمنبر، والشكر موصول لعبد الرسول والأخ علي على محاضرتهم القيمة. طبعا أنا بس يعني ودي أقول يعني هو تكرر الكلام على أن تحصين يعني تحصين البحرين من أي اختراق، وطبعا يعني مهم جدا أن احنا نعطي الآن خلاص، يعني إن كانت الأمور الأخرى المهمة، لكن إحنا نعطي أيضا وقت مهم وخاص للقضية الفلسطينية، لأن إحنا مقبلين على خطورة كبيرة ومتسارعة، وقد يأتي الاختراق من أي مجال آخر، يعني إعلامي، ثقافي، رياضي، مثل ما هو في قطر الآن رياضيا بشكل يومي في الرياضة، يعني كأنه يتدرجون. فمهم جدا الآن المبادرة أن توسع حيزها. يجب أن ينضم إلى المبادرة مجموعة من التجار، مجموعة من الوطنيين، مجموعة من النقابات، مجموعة كبيرة، أن تكون هناك كتلة وطنية كبيرة معنية بقضية عدم التطبيع. فأنا يتروالي يعني المبادرة تأخذ على عاتقها الآن بتوجيه دعوات إلى الشخصيات الوطنية والتجار والعمال، وكل ما إحنا نبي أن الناس تكون أكثر جرأة في الانضمام، وأن صوتها يرتفع لمنع التطبيع. فإحنا كل ما بدينا يعني نقرد أو بالتويتر أو الانستغرام أو يعني تشجيع الشباب، أن حتى وضع المقاطع من الأفلام من التاريخ الآن اللي استعرضها عبد الرسول أيضا مهم، أن إحنا حق الأجيال القادمة أن يعني أن تعرف خطورة هذا الحركة الصهيونية. فبالتالي أنا يعني أدعو المبادرة إلى توسيع نطاقها والدعوة إلى عدد كبير من الشخصيات. احنا محتاجين العمل، ترى ما تقدر على المبادرة ولا المؤسسات المجتمع المدني، نبي ايضا صناع القرار في هذه الدولة، وهناك عدد كبير ملتزم دينيا، فبالتالي هاي جزء من واجبه الشرعي ان ينضم. اذا ما انضم في ضمن هذا الاطار على الاقل يعلن. الان المبادرة توجه دعوات واسعة لكل الشخصيات ان تعلن موقفها، مو بالأحين ندعو التجار نقول لا تحضرون المؤتمر. احنا المفروض كنا نهيئ هذا، يعني ان ما نفتر نروح للنواب لكل الفاعلين في هذا المجتمع البحريني، نوجه لهم دعوة ان يعلنون عن موقفهم. شكرا. شكرا للمحاضرين و الأخ فاضل. يعني الحكومات فوادي والشعب فوادي. الحكومات تطبع مع الكيان الصهيوني، لكن الشعوب لا تطبع مع الكيان الصهيوني. تطبع مع من؟ تطبع مع قاتلي الأطفال، مع تشريد الشعب الفلسطيني صاحب الأرض. اللي حصل وعي الشعب البحريني المناضل حال دون قدوم الصهاينة لهذه الأرض. المواقف الجريئة لشعبنا المناضل فوت الفرصة على حضور الصهاينة، واحتجوا بأن هناك أشياء غير أمنية وما شابه ذلك. هاي راجع لشنو؟ راجع للموقف الشعبي للبحرين. البحرين معروفة بمواقفها الصلبة ضد الكيان الصهيوني. أنا طبعا أشكر كل الشكر
شعبنا العظيم بالبدء اللي صار رفضوا التطبيع مع هذا الكيان ورفضوا الدعوة اللي كانت موجودة للكيان الصهيوني للحضور على هذه الأرض. شكرا لشعبنا العظيم المناضل وشكرا لكم. السلام عليكم. يعني أنا للأسف جيت شوي متأخر فأخاف الأسئلة اللي أطرحها يمكن مواضيع أنت تطرقت لها فأعتذر يعني مقدما. يعني طبعا مثل ما نقول هالمرة نقول سلمت الجرة يعني أنها فعلا كانت في يعني وعي من الشارع البحريني ومؤسسات المجتمع المدني وكذا، ولكن تبقى الإشكالية مع الأجيال القادمة. يعني الحين احنا نواجه فئة واسعة من الشباب يمكن ما عندهم أي خلفية عن القضية الفلسطينية، يمكن يسمعون شيء فلسطين أو يعني فلسطين هي إسرائيل يعني في مخهم يعني. فهاي الجانب دي التوعوي للفئة الشباب يعني يعني الناشئة والأطفال هاي لابد أن يتم تعزيزها، يعني سواء خلال المناهج أو حتى من خلال الأعمال الفنية اللي يشوفونها سواء من مسلسلات من مسرحيات من أفلام. لابد أن يعني مثل ما نقول نغرس هذه الأشياء يعني في عقلهم الباطني أن هذه يعني الكيان الصهيوني هو يعني سرطان على أمتنا ولابد أن محاربته بشتى الطرق. نقطة ثانية بعد إذا حبيت يعني هي ثلاث نقاط يعني سامحوني على سؤال الطالب. النقطة الثانية طبعاً يمكن يعني المتابعين أو المهتمين في القضية الفلسطينية وكذا في البحرين يمكن مر عليهم هاي الحساب الجديد اللي على الإنستغرام اللي هو bds.bahrain يعني، وإنه يأخذ الأسماء من الموقع مال المؤتمر التطبيع. و هذه كخطوة بالعكس كانت يعني أشوف إنها كانت يعني كنا محتاجين لمثل هذه الخطوات، لكن يعني يمكن البعض ربما ينتقد عملية يعني عدم التحري في بعض الأسماء يعني إنه يمكن من أبرز الأسماء اللي يعني حطت إنها بتشارك وكذا اللي هي محامية فاتن الحداد مثلاً. هاي يعني المحامية فاتن لها مواقف يعني إيجابية جدا فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وهي محامية دافعت عن ناشطين حاولوا كسر حصار غزة، وحين اليوم تتهم أنها هي تطبع يعني مع الكيان الصهيوني. فهاي يعني والبحرين صغيرة يعني من السهل أنه واحد يعني يتحرى هذه الأشياء. الناس الكل يعرف الكل يعني. ف يعني إذا كان في انتقاد لهذه الحركة كانت بس هذه المسألة لعدم التحري. وعندي يعني بس سؤال أخير. طبعا احنا في الآونة الأخيرة وايد نسمع عن مسألة صفقة القرن، هذه يعني صفقة القرن وأن ترامب وكوشنر يدفعون باتجاه هذه الصفقة، بس هي ما هي ملامحها يعني هذه الصفقة دي؟ وأساس أن احنا كمجتمعات كشعوب احنا نتصدى لمثل هذه الدعوات او لمثل هذه الصفقات. وشكرا. الان الكلمه عند الاخ محمد زان او عبد اللطيف اخ فورا. بسم الله الرحمن الرحيم. ملاقاتي كلش قصيره، وأبدي بأني أنا مع لا تطبيع، مع عدم التعامل مع الكيان الصهيوني. لكن سمعت السرد التاريخي ويفترض فينا أن كمسلمين نرجع إلى ما قبل ذلك، وهي نبوة النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم سيجتمعون وسيصلون إلى مشارف أو مشارق مكة والمدينة. فهذا قضاني أنا كتبته، علقت على يعني مقطع صغير خدته ونشرته على انستغرام. هذا قضانا وهذا قضاهم وهذا صدق لنبوة محمد عليه الصلاة والسلام انهم سيجتمعون لنا. وشكرا.
حسن العرادي. مساء الخير. مساء الخير. شكرا للمنبر التقدمي وشكرا للإخوان عبد الرسول والأخ علي. حقيقة هذا المشهد اللي قدامنا اليوم يعبر عن وحدة وطنية غير مسبوقة. اليوم عندنا أخونا علي ينتمي بشكل أو بآخر إلى تيار المنبر الإسلامي، عندنا الأخ فاضل ينتمي للمنبر التقدمي، وعندنا فاضل الأستاذ عبد الرسول نائب رئيس جمعية مقاومة التطبيع وينتمي إلى تيار الوفاق العريض بشكل أو بآخر. هذا المشهد يعبر عن واقع شعب البحرين وعن قدرته على تجاوز الأزمات من خلال الرافعة فلسطين. فلسطين تجمعنا كلنا، ولذلك هذه الهبة الجماهيرية اللي صارت منذ أعلن عن وجود أو مشاركة وفد صهيوني، وكان في البداية عن 2 وبعدين صاروا 4 وبعدين ارتفع شوي شوي لين صاروا 32، خلى الناس كلها يغلي دمها، تتحرك بشكل تشعر بأن هناك من يطعنها في قلبها، وبالتالي الكل هب والكل تجاوب والكل تفاعل مع هذه الدعوة. ولذلك نحن اليوم يعني استفدنا من قضية فلسطين استفادة قصوى، من أجل أن نتجاوز الشكليات والجزئيات والجزر اللي كنا كل واحد عايش فيه، لكن ليس كافيا. المطلوب أن يكون في هناك تنسيق أكبر. لا تخاف على جمهورك، أنت كجمعية لا تفكر أن أنا إذا جبت واحد من الجمعية الثانية بياخذ جمهوري، ولا بيطلع شو اسمه روحه هو البطل، ولا هو اللي بيطلع في الواجهة. كلنا مصابين بفلسطين، كلنا مطلوب منا نضع أيدينا في أيدي بعضنا بعض، ويقال رب ضارة النافعة. قبل أسبوعين قبل كان الناس نايمين تقريبا، القضية الفلسطينية متراجعة إلى درجة كبيرة جدا. اليوم ما شاء الله شعب البحرين الحي الأبي اللي يرفض الضيم يقف وقفة رجل واحد. ما تعرف هذا الموجود يساري يميني إسلامي وطني تاجر موالي معارض، كل الناس ضد. وأنا أبغى أقول شغلة معينة، البعض يستكثر على من يختلف معه أو يختلفون معه من أن يكون عندهم موقف مشرف. يعني مثلا إذا أنت اختلفت معه لنفترض الانتخابات أو المجلس النيابي أو شيء من القبيل، إذا الإخوان في المجلس النيابي اتخذوا موقف إيجابي يجب أن تصفق لهم، يجب أن تشكرهم، يجب أن تقول بأن هذا الموقف يبنى عليه. على سبيل المثال في اليوم صورة إلى 2 من النواب يلوسون العلم الصهيوني داخل مجلس النواب تحت القبة. يا أخي هذا موقف شريف، موقف يعني كبير، لأنه يعني بأن إذا السلطة التشريعية داست على العلم الصهيوني معناته لا اعتراف، معناته السقف اللي إلينا إحنا كنشطاء ولنا إحنا كجمهور يرتفع. ما حد يقدر يقول لي ليش أنت تعارض دخول الصهاينة لفلسطين؟ يا أخي هاي النواب عارضوا، هاي اللي مش عارف إيش عارضوا. حتى الحكومة لما أعلنت بأنها تبرأت بشكل أو بآخر عن موقف عن دعوة الصهاينة، أنا ما بالضرورة أقول لهم أنتوا كذابين وأنتوا كذا وأنتوا كذا، أوكي ألزموهم بما ألزموا بأنفسهم، تمام؟ ولذلك هاي المواقف الإيجابية يجب أن يتم تأييدها ودعمها والاستفادة منها للبناء على ما هو قادم. نقطة أخرى، في بعض الأخوة اليوم نزلوا تغريدات تشكك في انسحاب الوفد. هذا الكلام مو صحيح يا جماعة، ليش تكسرون؟ ليش تخلون الفرحة غصة في قلوبنا؟ احنا في شعب البحرين منتصرين اليوم لفلسطين، نشعر بفرحة عارمة جدا بأن الصهاينة اضطروا ذليلين أن يعلنوا بأنهم لن يأتوا إلى البحرين، تمام؟ لا تعطيهم مبرر، انت لا ترمي لهم طوق نجاة أن هذولين
بيجون بأسماء أخرى بجوازات أخرى بمش عارف إيش، ما لي شغل فيهم. المهم أن الوفد الإسرائيلي أعلن بأنه لن يأتي للبحرين. رويتر بالمناسبة، بس تصحيح لأخوي السيد عبد الرسول، رويتر في إعلانها قالت رجال الأعمال والوفد الرسمي، ما قالت بس الوفد الرسمي. والرئيس المنظمة اللي هي منظمة هذا المؤتمر في تصريح لرويتر أكد بأن الوفد المكون من رجال أعمال ومسؤولين إسرائيليين قرر عدم الدخول للبحرين. هالنوب ممكن واحد ولا اثنين يتسربون بجوازات أمريكية بريطانية أوروبية، ما لي شغل فيهم. أنا حتى لين شفتهم بجاهلهم خلي مولون. اليوم أنا أقول أنتون إحنا حطينا إيدنا في عيونكم وقلنا لكم لا تجون، ما نبغيكم، كل شعب البحرين ما يبغيكم. مرة أخرى أنا آسف على الإطالة. فيما يخص موضوع المبادرة الوطنية، لا يكفي أن المبادرة الوطنية لمناهضة التطبيع تتكون من مؤسسات المجتمع المدني، مع التقدير والتحية الكبيرة إليهم، مطلوب أن تفتح إلى شخصيات وطنية وشخصيات شبابية وشخصيات رجال أعمال، مثل ما قالت الأخت بدرية رئيسة السابقة للجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، ولها كل التحية على جهودها الكبيرة التي تقوم فيها. وأنا أيضاً رئيس أسبق، وهذا شرف إلي. في 2006 كنا إحنا شكلنا وفد لدعم المقاومة اللبنانية ضد العدوان الصهيوني في 2006. أيضاً هناك نظرة مهم الانتباه إليها، أنا تفاجأت بوجود شخص مثل الأخ علي زاهر، زين، شاب صغير في مقتبل العمر يتكلم بهذا المنطق ضد التطبيع وضد الوجود الصهيوني ويدعو إلى مقاومة إسرائيل وإلى مقاومة التطبيع. أرفع لك 20 قبعة، مو قبعة واحدة، وأعتقد بأن إسرائيل لن تتمكن من هزيمتنا. كان يكون بنغوريون وغولدا مائير تقول إنه الأجيال القديمة ستموت والأجيال الجديدة ستنسى، لن ننسى فلسطين، وهذا دليل على أن نحن ما نحن ناسي فلسطين. شكراً. شكراً الأستاذ محمد حسن على هذه المداخلة وهذا الكلام الطيب. الآن نترك الحديث في المنصة، يعني الأستاذ وبعدين الأستاذ علي، تفضل. نعم، بشكل سريع لأن أعتقد تأخرنا عليكم. أي نعم، بالنسبة للماسونية طبعا تفضل الأستاذ، يعني هناك نوادي، فعلا نوادي، يعني الماسونية كما قلت أن لها يعني سرية ولها أهداف، يعني المعلنة بأنها أهداف إنسانية، تبني مستشفيات، تبني نوادي. موجود نوادي في البحرين وفي الدول العربية كثيرة، مو نوادي رياضية اللي تعرفونها أنتونا، لا، نوادي خاصة مثل نادي روتاري. نعم، طبعا مسؤولية الجميع، الكل عليه أن يعني يؤدي مسؤوليته من مؤسسات مجتمع الأهلي وحتى الشخصيات علمائية أو شخصيات فكرية وأدبية، يجب أن تقوم بدورها. الكل اليوم مطالب بدورها، أن يقوم بدوره. أشكر شكر خاص طبعاً السيد جعفر أخونا الكبير على هذه الروح، طبعاً الوهاجة. أستاذ محمد حسن يعني طبعاً وفر علي كثير من الوقت وكثير من الكلام، لا أريد أنا أعيد كلامه. مقارنة اليوم أخينا السيد جعفر والأستاذ علي العوضي، يعني أجيال تتوالى مختلفة وهي متمسكة بهذا الحق الفلسطيني ولن تموت القضية أصلا. طبعا بالنسبة للمحامية فاتن الحداد، لربما من يعني أقحم اسمها، لربما أنا لا أدري، ولكن هناك طبعا يمكن يكون في هذه الظروف يكون من هناك من يريد أن يشعل الفتنة، أو ربما دخل اسمها بالخطأ، أنا حقيقة لا أعلم لي. وفي جميع الأحوال نحن نحترم جميع الشرفاء في هذا الوطن. بالنسبة لصفقة القرن، طبعا هي صفقة العار التي لن تتم إن شاء الله، ولكن هم طبعا الأمريكيين يحاولون أنهم يطبقونها على الواقع، على أرض الواقع، منها اعتراف طبعا بالقدس، اعتراف بالجولان، إلغاء حق العودة، فوضع
العرب والفلسطينيين أمام الواقع بأن ليس لكم هناك أي شيء. مجرد اللاجئين يوضعونهم في طبعا في مخطط أنهم يوضعون في أرض سيناء المصرية وتغدق عليهم الأموال بتبرعات عربية ويتم محاصرتهم هناك وتتم يعني لربما يعني إشعال الفتنة في داخل هذه الدولة المزعومة الدولة الفلسطينية من غير طبعا يعني أي مستقبل. وهذا كلام يعني في يعني توقع الخاص لن يتم، غير قابل للحياة وغير قابل إلى الاستمرار. وهذه أمور من طرحها لا يفقه شيء في السياسة ولا في الأمر الواقع. الإنجليز يعني دهات السياسة 100 سنة أخذوا يحضرون لقيام الكيان الصهيوني، الآن يأتي هذا الرئيس الأمريكي يريد أن يلغي فلسطين في 3 سنوات أو في 2 سنين، هذا غير قابل للتطبيق. شكرا لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. في بعض النقاط اتفق معها ومع الأستاذ عبد الرسول، فما برجع أعيدها. فيما يتعلق في اللي ذكرته الأستاذ برية وذكر الأستاذ يعقوب والأستاذ محمد العرادي، أما كيف تنتقل المبادرة أكثر إلى الناس، هذه إجابته عند المبادرة كمجموعة، يعني لا يستطيع أحد منا، لا أنا يمكن ولا أستاذ عبد الرسول، أن يتفرد بالإجابة، لأن إحنا كلنا كمجموعة مؤسسات وجمعيات وروابط نعمل يدا بيد. والبداية كانت ربما مؤسسات مجتمع مدني كجمعيات وكمؤسسات وكروابط هو الأسهل للتجميع، يعني سبب بسيط جدا، يعني أن أنت تحتاج أكبر قدر من الناس اللي تتفق في أقل فترة ممكنة، والمؤتمر كان جدا قريب، يعني احنا سامعين عنه من قبل يعني، لكن هاي كانت الوسيلة الأولى. ولا مانع من الانتقال إلى وسائل أخرى مثل دعوة التجار، مثل تقسيم الناس حسب تخصصاتها المهنية، وكثير من الطرق اللي ممكن تخدم هاي الموضوع. يعني ليس المجال هنا لتقرير هذا الموضوع، المجال في اجتماع المبادرة القادم إن شاء الله. صحيح، فأي يعني يعطى المجال للمبادرة نفسها في الاجتماع القادم. يعني بالنسبة حق كيف تنتقل المبادرة إلى الناس، أيضا من الأستاذ بدرية لما تكلمت عن دعوة الناس، وهلون يحضرني أيضا أن احنا نضع حلول عملية أكثر. لذلك أنا طرحت الفكرة الأولى اللي هي مجرد تحصين الصف البحريني وعمل تعديلات في النظام الداخلية لكل مؤسسة تنضم إلى هذه المبادرة، ولكل مؤسسة ترفض التطبيع هي أصلا حتى لو لا تريد أن تنضم إلى المبادرة. فوضع الحلول العملية ممكن يكون أجدى وأنفع وأكثر تشجيعا، نفس ما قالت لازم الكل يتشجع للمشاركة في المبادرة وتكون الحركة إيجابية أكثر. بالنسبة للأجيال القادمة، فعلا هناك يعني فروقات في بعض الأجيال. يعني أنا بالإضافة إلى عملي في رابطة الشباب لأجل القدس متطوع في أحد المراكز الشبابية، فأرى أن تمر علي دفعة ودفعتان متمسكة بالقضية الفلسطينية، والدفعة اللي عقبها فراغ من التاريخ، لا تعرف عن تاريخ أمتها شيء. هاي المشكلة فعلا موجودة وتحتاج إلى تضافر جهود جديدة غير موجودة حاليا في المبادرة وغير موجودة في أي مكان آخر. يجب أن يعي المجتمع التربوي في البحرين، المجتمع المؤهل لصياغة المناهج والتعليم ومراكز التحفيظ ومراكز الشبابية والرياضية والثقافية، إلى كيف أن ينقل القضية الفلسطينية إلى ناديه الخاص، بدل أن ينتظر من أي جهة أخرى رسمية ولو كانت متخصصة في القضية الفلسطينية. وأنا هني ما أقول أن احنا مؤدين دورنا كرابطة، لكن احنا مقصرين فعلا في نشر الوعي. لكن أيضا لا يلقوا باللوم على المتخصصين في القضية الفلسطينية، ينسون أنهم ناديهم يحمل أشخاص وهم مسؤولين عن هؤلاء الأشخاص، ويجب أن توعي كل جهة أفرادها ولو بطريقة محدودة. وإذا يعني في إمكانية التعاون مفتوح، يعني بالذات القضية الفلسطينية كما ذكر الأستاذ، القضية الفلسطينية تجمعنا جميعا. يعني بالنسبة حق
الدور الذي حدث لحساب BDS Movement. احنا تواصلنا مع الاخوه في مقاومة التطبيع ومع حركه BDS رسميه في الخليج، وكلهم نفوا ان الحساب يتبعهم، لان احنا يهمنا ايضا شركائنا في القضيه الفلسطينيه نتعاون معهم على اسس واضحه وكل شيء. هم نفوا ان هاي الحساب معهم، لكن ايضا انا الاحظ هذا الحساب والاحظ انه كثير مما يكتب ليس في اطار التشهير. ربما الاسلوب نفس ما قلت استاذ يعقوب، في اسلوب خطا في التعامل مع الاشخاص، وانا ايدك في هالنقطه لسبب واحد، ان احنا لما بدا هاي الحساب في الانتشار احنا كنا لا نزال في طور المخاطبه مع بعض المتحدثين وبعض الجهات المشاركه في المؤتمر كمبادره وكرابطه وكجمعيه مناصره فلسطين ايضا، وبعضهم وافق على الانسحاب وبعضهم بسبب وجود هاي الحركه خلينا نقول عاند، حصل ان في واحد ضربه مباشره فقرر انه هو انسحب عنادا يعني. وهذه خطا تكتيكي ويجب يعني لا يتكرر في الفترات القادمه يعني، ويجب ان يكون واضح لجميع مؤسسات المجتمع المدني ولجميع الافراد المتحمسين لخدمه القضيه الفلسطينيه ان يجب ان تعطي المجال للتواصل قبل ان تقرر من المخطئ ومن المصيب. زين، فهاي انا ما بطول فيها النقطه ربما هي تفصيليه جدا. فلسطين جماعتنا فعلا استاذ محمد عرالي، احنا عندنا في الرابطه يمكن فكرنا كثيرا منا ينصب في الفكر الاسلامي، فنؤمن بان بركه الاقصى تمتد الى كل مكان والى كل شخص يحمل هم القضيه الفلسطينيه، ومن بركات الاقصى انه هو قضيه جامعه، ولا يمكن ان تكون فلسطين يوما ما قضيه مفرقه للمسلمين او للامه العربيه يعني. وهنا اتوقف واختم، جزاكم الله خير. اوكي اخ اوكي، بس ابغى اقول شغله. اليوم تاريخ 14 ابريل، بعد شهر بالضبط ذكرى 71 لقيام اسرائيل، 15 مايو، والاسرائيليين يصرون على اعتبارها يوم الاستقلال، واحنا نسميها يوم النكبه. هي يوم خساره نصف فلسطين او ثلاثه ارباع فلسطين، لكن مطلوب من مؤسسات المجتمع المدني ان تحضر للاحتفال بهذا اليوم، وتبدا من الان في شحذ الهمم وتعزيز ثقافه مقاومه التطبيع مع العدو الصهيوني. هذه المعركه بدايه وليست نهايه. فأنا بس ألفت الانتباه إلى هذا الموضوع، ومرة أخرى شكرا لكم. وإحنا كرابطة شباب لجنة القدس عندنا مفاجأة إن شاء الله راح تنزل تاريخ 15/5 السنة هذه، مفاجأة إعلامية إن شاء الله تسر الجميع بإذن الله تعالى. بالنسبة لنا إحنا طبعا في جمعية مقاومة التطبيع طبعا واضعين جميع المناسبات الفلسطينية على جدولنا. تام، نشكر الأستاذ عبد الرسول عاشور نائب الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع، ونشكر الأستاذ الشاب علي زاهر، كنا شباب، عضو رابطة شباب لأجل القدس، والشكر موصول لكم على الحضور، وشكرا، وفلسطين من جديد تجمعنا، ونتمنى نلتقي معكم في ندوات لدعم فلسطين، وشكرا لكم.